طب حابين نسألك على توبيك تاني، البرنامج المقالب بتاع رامز جلال، هل كان عندك علم بالبرنامج قبل ما تروحي؟ خالص 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 خالص. انا الام بي سي كلموني قالوا لي في برنامج موضه لمذيعه جديد، مش هي مش جديد، يعني برنامج جديد هيتعمل في الرياض وعايزينك فيه. قلت لهم البرنامج ايه، اسمه ايه، المذيعه مين؟ بس لما رحت وانا في المطار طبعا جم اخدوني، كان سؤالي بس للمعده اللي جت اخدتني، او ما اعرفش هي ايه بقى، هي قالت لي المعده يعني وقتها، ان ليه بتعملوا في الرياض؟ يعني معقوله بيجيبوا كل الناس؟ التكلفه هتبقى كتيره جدا، ويمكن ما فيش ديزاينرز كتار، يعني لو عملتوه في لبنان او في دبي. ده كان بس سؤالي ليه في الرياض، ولسه الرياض ما فيهاش كم اللي احنا بنتكلم على، مش رمضان اللي فات اللي قبله، ها، كم الديزاينرز وكده. فقالت لي اه بيبقى مصاريف بس اللوكيشنز هنا بس. فنمت، صحيت تاني يوم فول ميك اب وفول شعر واللبس، بس كان عليهم ريستريكشنز شويه كده، ان خليكم لابسين حاجه كومفورتبل. ورحت وانا ما اكتشفتش اي حاجه غير واحنا فوق ولما رامز جلال قلع الماسك. لكن انا ابتديت بس ابتديت بس هو ليه فوق وهم بس ماشي برنامج جديد، بس ما لاحظتش اي حاجه غير لما قلع الماسك.